كيف يكون المسلم خاشعا في تلاوة القرآن وحتى تدمع عيناه من خشية الله تعالى؟ وإذا لم تدمع هل يكون ذلك من قسوة القلب والعياذ بالله؟ يكون الإنسان خاشعا إذا تدبر القرآن وقرأ بحضور قلب وتأمل لمعانيه وما قال الله تعالى فيه من العبر والعظات والحكم والأحكام، إنه يخشع قلبه عند ذلك وتدمع عينه. وإذا لم تدمع عينه فإنه لا يؤاخذ على ذلك، ليس بلازم أن تدمع عينه، ولكن هو مطالب بحضور قلبه وتدبره لكلام الله سبحانه وتعالى.